ويسعدني ان يكون معايا دكتور محمد عبد المعطي الفنان القدير. بقول لحضرتك منور الدنيا كلها يا فندم. انا سعيد جدا بالعراقيه لان ولاد اخوات ولاد اختي كلهم نصف عراقيين من الجشعميه. في اي محافظه يا فندم؟ مين هم؟ هم من بغداد متهيألي. أحسن ناس طبعا هم هناك. أنا زرت العراق يا دكتور؟ بيقولوا لي ونفسي، وبعدين يعني لما الاقي وقت بإذن الله. الدورة الـ 12 من المهرجان بتشوفها ازاي واحنا بنودعها في اللحظات الأخيرة؟ هي دورة متميزة لأن هي صنفت نوعيات المسارح اللي موجودة في الدنيا كلها وفي العالم: مسرح المحترفين، مسرح الهواة، مسرح الطفل. والشيء اللي قدمته لجان متخصصة في التحكيم لهذه المسارح، لهذه النوعية، وده في حد ذاته يحسب للمهرجان ورئيس المهرجان الأستاذ الفنان أحمد عبد العزيز. ما قدمته في هذه الدورة هو الاعتراف بمسرح خطير مهم اللي هو مسرح الطفل. توقعاتك بقى للعروض الفايزة إن شاء الله؟ ناويين نعمل مهرجان مسرح طفل عربي الأول ثم دولي ثانيا، وبالذات كان في مهرجان عربي سنة 93 بالسويس، وده العراقيين كانوا موجودين فيه وخدوا جوائز. الحقيقة الفنان العراقي حاضر بقوة في كل المهرجانات الحقيقة. طبعا طبعا، وبذوق، لأنه عنده حضارة محترمة وقديمة و و و دوت. بشكر حضرتك يا فندم وبتمنى لك كل التوفيق. عفوا يا حبيبي. سلام سلام.